كره ما غادرش، كره ما غادرش، خطيره جدا على نصر فريق الجيش الملكي. امكانيه الدخول داخل منطقه العمليات. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح عناصر الجيش الملكي، ضربه جزاء لصالح عناصر الجيش الملكي. سنتابع كيف فاتت الكره. لو امكن زميل الشقيق قبل ضربه الجزاء الكره اللي كانت في اتجاه التماس واش خرجت او لا؟ لا علي، هذه ديال ضربه الجزاء او لا؟ هذه الدخول ديال اللاعب بالخضر كنشاهدوا الطريقه لانه داخل منطقه العمليات. على مستوى التغطيه طبعا الحكم قال على انها ضربه جزاء. شاهدوا شاهدونا لعب بالخضر، يعني طريقه جيده. لو امكن لو انه كانت متوفره لقطه بدايه الهجمه خاصه في المنطقه ديال التماس. علي شكرا شكرا. هذه اللقطه هذه اذا كانت الكره خرجت هنا كنشاهدوا الكره، اذا كانت الكره خرجت فكنشاهدوا كنشاهدوا على الخط باقا بخط باقا بخط. اذا ممكن نقول بانه محاوله كانت جيده في البناء الهجومي وممتازه جدا هذه اللقطه، لانه اللقطه هذه هي الاهم في العمليه ديال الهجوميه لفريق الجيش الملكي. الطريقه اللي نزلت فيها الكره لانه لا كانت خرجت فيعني انه كان فور تماس قبل ما نمشيو لضربه الجزاء. علي قديوي الان مشاهدينا الكرام، قديوي قديوي وجه لوجه امام الحارس سعيد كوحة. هذه ضربة جزاء هامة جدا في المباراة، هامة جدا في المباراة. إذا 69 دقيقة السير تقريبا أو نقولوا 70 دقيقة تجاوزا، 70 دقيقة يعني 20 دقيقة متبقية. قديوي فرصة، هدف هدف لصالح فريق الجيش الملكي، هدف لصالح فريق الجيش الملكي عن طريق اللاعب القديوي. لكن اعتقد ان الحكم غادي يعاود تنفيذ ضربه الجزاء. هنا يطبق القانون بحذافيره. نذكر بانه حكم يعني اللي كنتكلموا على يعني كان دخول، كان دخول بالفعل كان دخول. فاذا تكلمنا على الحكم مشعل حرش قاد ثلاثه ديال المباريات في البطوله الوطنيه، هذه المباراه رقم اربعه وهذه ثالث ضربه جزاء كيعلن عليها هذا الموسم. كره ملعوبه ويسجل هدف لصالح فريق الجيش الملكي، هذه المرة بشكل صحيح. ضربة الجزاء الثالثة التي يعلن عنها الحكم السيد بوشام الحرش هذا الموسم، على اعتبار انه اعطى ضربة جزاء لفريق النادي القليطري على حساب الكودم في المباراة الافتتاحية للدوري الوطني المغربي، وايضا اعطى ضربة جزاء لفريق اولمبيك اسفي على حساب فريق وداد فاس دائما في الدوري الوطني المغربي. وهذه ثالث ضربة جزاء اذا يعلنها الحكم الدولي السيد بوشعيب الحرش. اذا يمكن نقول بانه هدف استقبلته جماهير الجيش الملكي بفضل